السلام عليكم كوتش عبد الله أبدي فتنس اليوم راح أعلمكم طريقة اليوغا تحت الماء أسهل منها ما في راح تسوي يوغا تتربع تحت الماء وتثبت كثر ما تقدر مدة دقيقة دقيقة ونص في نص دقيقة أنت داخل استرخي ولا تفكر بأي شيء وريح وحس بالمديتيشن الحين راح أسويها حاول تعود نفسك نص ساعة سوري بس دقيقة شوي تكتم نفسك وانسى نفسك داخل الماي لا تفكر بأي شيء ترتاح أشوفكم مرة ثانية.